ايه يا رجاله في اجمادوا تونش منخاو لا وش خاو. النهارده يا جماعه باذن الله نتعلم اهم 5 طرحات في الكونغ فو. هنبدا باول طرحه يا شباب، وهي اني هركز على قدم من الاسنان دول، تمام؟ يبقى انا بنخفض للاسفل وبجيب رجله بشيلها وقدم الاخرى تعمل مقص وهزقه بالشكل ده، او هفتح ايدي ايه وازقه. طيب لو هنلعب الحركه دي في فايف بتيجي ازاي؟ هو مثلا دلوقتي واقف وهيضربني ركله اماميه، يلا اهو، وانا صديت، مجرد ما انا صديت رحت دخلت على طول ايه وعملت الطرحه. طيب هنيجي دلوقتي بقى للطرحه الثانيه، وهي الطرحه الدائريه. هنعمل نفس التكنيك، بصوا معايا، هنزل تحت وهشيل رجله بالشكل ده، تمام؟ طيب هنا بقى هو ممكن مثلا يمسك في كتف الاثنين، يلا اهو مسك في كتف الاثنين ومش عارف اوقعه، مش عارف اوقعه للخلف. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هرفع رجله اهو وهدخل رجلي برده جوه، وهعمل زي البرجل بالظبط، هخلي جسمي ثابت وهسحبه على الارض بالشكل ده. ليه ايه؟ اتقلب. هنيجي للطرحه رقم 3 يا شباب. هدخل رجلي تمام في المنتصف، هنزل تحت وبايدي الاثنين همسك ركبته من الخلف وهدخل الكتف فين؟ في الفخذ. ما تدخلش الكتف في منطقه تحت الحزام، ممكن في الشارع ماشي لكن في البطولات لا، تمام؟ يبقى رجلي في المنتصف، هنزل تحت وعند الفخذ. طيب كتف عند الفخذ، هعمل ايه بقى هنا؟ هشد رجله واسحبها وازق بكتفي كده، بصوا اهو بالشكل ده. عاش يا جو، سوستايا كيب اب كيك اب كيك اب، تمام. طب هو بصوا كده لما جه وقع ازاي؟ وقع على كف ايده ثم تنى كوعه عشان ما يتصابش، بصوا كده معايا اهو كده عشان ما يتصابش، ورفع ايه؟ ورفع راسه علشان ما تصطدمش بالارض. يبقى لما نيجي نتمرن على مرتبه مكان امن. نيجي للطرحه رقم 4، هتعمل ايه؟ لازم توطي للاسفل، تمام؟ تنخفض للاسفل وهتضم ايدك كده وترفعه بشكل ايه؟ عمودي لفوق. لما ترفعه بشكل عمودي بص بقى معايا كده، هلف رجله وازق بصدري، هلف رجله الاثنين خارج جسمي كده اهو وازق كده. تمام؟ ها تاني، يبقى انا برفعه لفوق والف رجله الاثنين زي ما انت هاتني كده من وراك. تاني هنزل تحت ارفعه فوق والفه وانزل. كده انا خدت ايه؟ النقطتين. تمام؟ التيك داون اللي بعده بقى يا شباب بعمل ايه؟ هو مثلا بيضربني بايده اهوت، صديت دخلت جوه، بصوا بقى معايا هنا ايه؟ مسكت ايه بقى؟ كتفه، من كتفه ولفيت جسمي اهو، شايفين؟ بقى هو مرمي على ظهري انا، وهمسك بايدي بقى اهو عند ايه؟ ركبته. هروح بقى هنا ايه بقى؟ دفعه للامام بالشكل ده. ايه؟ اتدحرج. نشوفها تاني الحركه. نشوف تاني الحركه. يبقى مثلا هو بيضربني في فايت اهو، دخلت على طول، شايفين؟ مسكت الكتف بيضربني، فانا اهو صديت دخلت مسكت على طول من هنا من عند الكتف، لفيت وي من عند رجله من الخلف وي دفعت كده اهو، وقع ايه معايا. تمام؟ ساستا جو باك فليب يا جو. ها رجالتي، عاش عاش.